هذيك بالك مثلا جبدنا اسم تهجمت عليه الاسم هذا تاع حاتم بن نمله حتى على الفيسبوك نتاعك. تهجمت عليه في وقتها سخونه. تهجمت عليه مش تهجمت، اكثر من الهجوم. اكثر من الهجوم. اي. انا لا اختلف في ذلك. علاش؟ لانه ربما تجاوز حدوده ولا يحكي في معناها شرف الناس وعائلات واولاد وكذا، ويكلف في ناس ماجورين يكتبوا في تدوينات يعني سيئوا فيها لشخصي. فبطبيعه الحال رد فعلي مش تهجم، تهديد بالتعنيف اصل فعلا. وكلم ولدي ولدي قال لي بابا ما قريتش انا، لو نقرا تو نقول لك. فعلا لما قراش كتبه ولو انا مفسخوه بسرعه استاء، ولا هو رمز في صفي باعتبار انه شيء يمس من سمعه الناس. اخوي خرجت انا من الاذاعه انتهى الامر. ف انت تهاجم فيه الواش، تجبد لي في اموري الواش. العلاقه كانت سيئه بيناتكم؟ سيئه. كلمني كان وقت توفيت الوالده. معناها تضحك كيف على ظل؟ والله كل حد يلقى فعله. أما كلمني قال لي البركة فيك في الأمان تصبح على خير، من وقتها ما تكلمتش.